هاي مستهدفة من اليهود من الجيش بين فترة وفترة ما بيشوفهم إلا نزل مشاة وبدوا يطلقوا النار على الناس وقنابل مسيل الدموع. فاهم؟ بقول لك تجمعنا وجهة الإسعاف منعونا قالوا في شهيد وفي جريح. شايف؟ وما حاولوا بالأخير نزلنا بعد ما نزلنا شايف؟ الإسعاف كل واحد هاي الشهيد والهاد معنا كل الولد الشاب الثاني مع تكريم الجيش. قالوا هاي الشهيد بنفضوا عملنا في رافيديا. هذا اللي حصل.